نرجع للجزء الثالث من المحاضرة اللي نستفيد فيه برضو في قضية الكهرباء بشكل عام. لو أتينا يعني للنظر لما هو حولنا والمحيط اللي محيطنا، حنلاقي أن الكهرباء موجودة حوالينا في كل مكان، لا يوجد شيء حولنا إلا وفيه كهرباء. فالكاميرا مثلا، تمام، الكاميرا هو عبارة عن جهاز يقوم بتحويل الصورة والصوت إلى إشارة كهربائية ويرسلها عن طريق الأقمار الصناعية، ويرسلها باللاسلكي بالإشارات كإشارات غير لاسلكية أو حتى ممكن بسلك إلى محطة التلفزيون. فهي الكاميرا قامت بتحويل الصورة إلى إشارة كهربائية تصل إلى محطة التلفزيون. محطة التلفزيون تستقبل الإشارة اللاسلكية اللي جاية من الكاميرا، تمام، وتحولها مرة ثانية إلى إشارة كهرومغناطيسية تنتقل في الهواء. يعني يكون المذيع نشرة الأخبار جالس في محطة التلفزيون عمال بيتكلم، الكاميرا بتحول الصورة والصوت إلى إشارة كهربائية تروح لمحطة التلفزيون عبر الأسلاك، محطة التلفزيون تحولها إلى إشارة كهرومغناطيسية عشان تقدر تنشرها في الهواء عبر الأبراج الكبيرة اللي تنشر الإشارات الكهرومغناطيسية في الهواء، وتبدأ الإشارة دي تنتقل في كل الهواء إلى جميع المناطق المحيطة بالمحطة بما فيها الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية فوق تستقبل هذه الإشارة وتنقلها من دولة إلى دولة ومن مكان إلى آخر، تمام؟ فتبدأ الإشارة اللي بدأت من عبر صورة وتحولت إلى كهرباء وراحت لمحطة التلفزيون وانتشرت في الهواء عن طريق موجات كهرومغناطيسية، وصلت للأقمار الصناعية، الأقمار الصناعية تحولها من دولة لدولة ومن قارة إلى قارة، وتصير في الهواء موجودة في كل مكان. تلتقطها إيش؟ الصحون اللاقطة الدشوش أو الأنتنة الأريالات. الدشوش هدفها هي تحويل الموجات الكهرومغناطيسية إلى موجات كهربائية. فالدش يكون صحن لاقط كبير يجيب الموجات الكهرومغناطيسية كلها ويركزها في منتصف الدش، وهذا جهاز يقوم بتحويل الموجات الكهرومغناطيسية مرة ثانية إلى إشارة كهربائية زي اللي خرجت من الكاميرا حقت التصوير اللي كانت في البداية، وترسل هذه الإشارة من الدش إلى الريسيفر المستقبل، تمام، اللي يرسلها للتلفزيون اللي يحولها مرة أخرى إلى صوت وصورة نقعد نشوفها بشكل عام. فهذه عملية انتقال الكهرباء. فمعناته نحن لو جينا فكرنا بشكل يعني عملي، الكهرباء موجودة حولنا في كل مكان، تمام، الروادي بترسل على كل القنوات وعلى كل الفريكونسي، التلفزيونات بترسل على كل القنوات وعلى كل الترددات، فالكهرباء منتشرة في كل مكان وفي كل موقع وفي كل اتجاه. ما في مكان موجود حوالينا في الدنيا ما في كهرباء. فصارت الكهرباء الآن شيء موجود في كل مكان، تمام، والكهرباء اللي موجودة في كل مكان برضو جسمنا بيستقبلها وبتتداخل مع الكهرباء اللي بيرسلها الدماغ بنفس الأسلوب. فهو فيزيائيا، تمام، بيقول لك انه التيار الكهربائي، اي تيار كهربائي، هذه حقيقة فيزيائية، اي تيار كهربائي، لو عندي سلك كهرباء زي هذا السلك، لو عندي سلك كهرباء زي هذا السلك، السلك هذا لو مشي فيه تيار كهربائي حينتج عن هذا التيار الكهربائي مجال مغناطيسي يمشي في الهواء، ماشي الحال؟ والعكس صحيح، انا لو جبت هذا السلك حطيته في مجال مغناطيسي متغير، تمام، لو حطيت السلك هذا في مجال مغناطيسي متغير حينتج داخل السلك كهرباء، تمام. فالكهرباء تنتج مغناطيس، تيار كهرومغناطيسي، والكهرومغناطيسية تنتج كهرباء. فهذه الميزة هي اللي تخلي الأنتنة تحول الموجات الكهرومغناطيسية إلى إيش؟ موجات كهربائية. فما دام في موجات كهرومغناطيسية موجودة في الهواء اللي هي جات من الأقمار الصناعية وجات من محطة التلفزيون اللي أرسلتها، فالموجات الكهرومغناطيسية منتشرة في كل مكان. فالدش هو عبارة عن جهاز لما الموجات الكهرومغناطيسية تمشي فيه التيار يتولد داخلها ويتحول إلى كهرباء، تمام؟ وبنفس الأسلوب الكهرباء ممكن تولد مجال كهرومغناطيسية. طيب إيش فائدة الكلام هذا؟ ما دام جسم الإنسان، ما دام في النهاية جسم الإنسان هو عبارة عن داخله توجد إشارات كهربائية كثيرة
خارجة من الدماغ. هل الإشارات الكهربائية اللي موجودة داخل جسم الإنسان ينتج عنها مجال كهرومغناطيسي؟ نعم، ينتج عنها مجال كهرومغناطيسي. ولو حطيت صحون لاقطة على طرف جسم الإنسان ممكن أستخدم المجال الكهرومغناطيسي هذا، أستقبله وأحوله مرة ثانية إلى تيار أعرضه على التلفزيون، ومن خلاله أدرس الإشارات الكهربائية اللي داخل جسم الإنسان. وهذا شيء موجود، وهذا شيء يعني مطبق وواقع. فحنشوف فيلم في ختام المحاضرة الثانية، حنشوف فيلم، حنشاهد في هذا الفيلم قرد قاموا بعمل تجربة معينة على هذا القرد بالذات. وضعوا خوذة على رأس القرد، هذه الخوذة اللي موجودة على رأس القرد زي الصحن اللاقط اللي بيلتقط الإشارات الكهربائية في بيتك، بيلتقط داخل دماغ الإنسان مليانة إشارات كهربائية. القرد هذا بيفكر، ففي إشارات كهربائية داخل القرد كثيرة في دماغ القرد أو الإنسان، أي دماغ جوته في إشارات كهربائية كثيرة. فأنا لو حطيت صحن لاقط على قريب من الإشارات الكهربائية دي، الصحن اللاقط ده حيلتقط المجال المغناطيسي اللي ناتج من الإشارات الكهربائية دي. فهم أخذوا الخوذة هذه وحاولوا يفهم هذا القرد إيش يبغى يعمل، تمام، وحطوا أمام القرد هذا موزة، تمام، موزة ومكبلين يد القرد. فالقرد طبعا لما يشوف الموزة أمامه أول شيء يفكر فيه إنه يبغى يمد يده عشان يأكل هذه الموزة. فهل يستطيع؟ ففكرة الفيلم هم إنهم استطاعوا، بالأحرى استطاعوا إنهم من خلال فهم الإشارات الكهربائية اللي خارجة من دماغ هذا القرد إنهم يحركوا يد روبوت مستقلة عن القرد تذهب إلى أخذ الموزة وتجيبها لغاية فم القرد عشان القرد يأكلها. وحنشوف هذا الفيلم ونحاول نناقش بعض الأسئلة اللي مرتبطة بهذا الفيلم في نهاية الدرس، على أساس نشوف إيش انطباعاتكم عن هذا الشيء، إيش المعلومات اللي يحتاجها الناس اللي صمموا هذا الجهاز، وإيش الفائدة من هذا الجهاز، وإيش اللي ممكن أنت تستفيد منه في هذا من هذا الموضوع. لاحظ إنه هذا تطبيق عملي للنظر للدماغ كحاسب آلي، فأنا بفهم الدماغ إيش بيفكر، وبدل ما الدماغ اللي بيحرك الروبوت أخلي الحاسب الآلي اللي فهم الدماغ إيش بيعمل يحرك الروبوت ويجيب الموزة لغاية فم القرد. ونشوفكم إن شاء الله في النقاش مع الفيلم، ونشوفكم بعدها إن شاء الله في المحاضرة الثالثة.